طبعا خليج كرامة هو خليج متفرع من نهر دجلة يفصل بين منطقة الحويجة البحرية ومركز قضاء ضلوعية. لدينا على طول هذا المسار ثلاث مشاريع ماء، وحدات ماء مجمعة بسعة 400 و200 متر مكعب بالساعة، تغذي تقريبا نصف قضاء ضلوعية، وبالتالي هذا خليج يعني خليج مهم جدا بالنسبة لنا. بالإضافة إلى مشاريع الماء لدينا مشروع المحاصيل الصناعية، مشروع استراتيجي ومهم ويخدم حوالي 10,000 دونم من الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الصناعة، عفواً وزارة الزراعة. بالإضافة إلى المضخات الزراعية الخاصة بالمواطنين والتي تسقي يعني تسقى البساتين من خلال هذا الخليج. معلوم الانحسار الكبير في مستويات نهر دجلة ونهر الفرات في الوقت الأخير في الفترة الأخيرة المنصرمة، وبالتالي ألقت بظلالها هذه المشكلة على مناسيب نهر دجلة والخلجان المتفرعة منه ومن ضمنها خليج الكرامة. وبالتالي أصبح عندنا مشكلة حقيقية في مناسيب النهر وفي مستوى وجودة وكفاءة الماء في هذا الجدول. اليوم إن شاء الله من خلال هذا العمل سنتمكن من الحصول على جدول أو فرع كفوء بتصريف عالي وبماء بجودة عالية جدا، ممكن أنه تساعد في تجهيز المواطنين بالماء الصالح للشرب بكفاءة عالية وبجودة عالية. طبعا الشكر موصول لموقع كري الأنهر في محافظة صلاح الدين بإدارتهم مهندس علي جبار وبالعاملين جميعا لهذا العمل الدؤوب والمستمر في سبيل إنجاز العمل في أقل فترة ممكنة وبأكثر كفاءة ممكنة وبأقل يعني تأثير على ممتلكات الناس والمواطنين. نعم. اسم حضرتك والمنصب؟ المهندس حمزة رياض الكوان، قائم مقام ضلوعية.